برعاية وحضور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في لبنان الشيخ علي الخطيب، وبدعوة من رئيس الجامعة حسن اللئيس وحضوره، أقيم احتفال انطلاقة العام الدراسي الجامعي 2023-2024 في قاعة الاحتفالات الكبرى في مقر الجامعة في خلدي، بحضور شخصيات تربوية وقضائية واجتماعية وعمداء ومدراء الجامعة والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب. وبعد الوقوف دقيقة صمت حدادا عن أرواح شهداء لبنان وغزة وفلسطين في مواجهة العدو الصهيوني، ألقى الخطيب كلمة أثنى فيها على إرادة الجامعة الإسلامية لتجاوز الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها البلاد، وأملا من القوى السياسية توحيد الصف والانسجام مع الواقع الجديد. واسمحوا لي أن أذكر أبرز إنجازات الجامعة بعد برئاستها الحالية منذ ما يقارب السنتين لغاية الآن، حيث جاءت كالآتي: التوسع في الفروع لتصبح خلدة والوردانية وصور وبعلبك وبرج البراجنة ودير المطار، البدء في بناء كلية الطب بالتعاون مع مستشفى الزهراء، إعداد ملف كلية الهندسة الزراعية في البقاع، دراسة الأقساط المالية إلى أدنى حد ممكن وإعطاء العديد من المنح المالية، تحسين الأجور والخدمات وفق الإمكانيات المتاحة، انضمام الجامعة الإسلامية إلى عضوية اتحاد الجامعات العالمية واتحاد الجامعات العربية. وقال الشيخ الخطيب: نجاح الجامعة الإسلامية وتميزها هو نتيجة منطقية لجهود رئاستها وعمدائها وأساتذتها وإداريها وطلابها وكافة العاملين فيها.